السلام عليكم. طبعا راح تستغربوا انه هذا الفيديو مختلف جدا عن الرسم. راح نحط سلسلة لحد ما نجمع اكبر عدد ممكن من المشتركين لحد نقدر نعطي فيديوهات بتميز، لانه هسه راح يكون علينا صعب انه نعطي فيديوهات متميزة وما في عنا Indian oil smoothie. مرحبا أصدقائي وأحبائي، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. Room art. اليوم بإذن الله رح نحكي لكم عن منتجات الزيت الهندي. منتجات الزيت الهندي هي من أكبر المنتجات التمليس في الشرق الأوسط. طبعا ايش اللي بيميزها؟ بيميز منتجات الزيت الهندي انها مصنوعة من الانكا انشا اويل او النبتة امازون اللي موجودة في هاي. بتساعد على التفتيت، بتساعد على فرد الشعر وتمليسه بطريقة اسرع. طبعا المنتجات اللي امامنا، في عنا منتج للسموثر اللي هو للتمليس اللي هو هاد. هذا المنتج للتمليس. طريقة الاستخدام، إذا بدكم طريقة الاستخدام احكوا لي عشان أحط لكم إياها بفيديو جديد. هذا المنتج اللي هو البري تريتمنت شامبو اللي هو بيعمل على، طبعا هذا بنحط قبل الشعر، قبل التمليس وخالي من الأملاح. الشامبو الخالي من الأملاح اللي هو بيكون كثير معمول بطريقة احترافية بدون ملح، وبيستخدم طبعا تشطيف الشعر. عندك الماسك اللي هو لازم ينحط على الشعر 5 دقائق وعشان يعمل ريهابليتيشن للهير. شو يعني الريهابليتيشن؟ يعني انه يعمل تأهيل للشعر. تشوفوهم بطريقة هاي. طبعا في عندك 500 ml وفي عندك 1000 ml. هذا الماسك. عندك السيروم انه هو بنحط كمية صغيرة منه. عشان يعطي اللمعان ويعطي الفاليديتي. سوري. طبعا عند الأمبولة هاي الصغيرة واللي هي الأمبول أنتي إيجينج اللي هي عبارة عن بتعمل الشعر، طبعا بعد التمليس بيكون محطوط عليه كثير كيميائيات وكثير هاي الشغلات، فهذا بيعمل على انه يساعد الشعر في علاجها من الجذور. تمام، هيك احنا بنكون عنا العلاج الكامل للشعر. إذا أنت محتاجة أن شعرك يكون أكثر لمعان، أكثر قوة، أكثر حيوية، أكثر انتعاش، هذا بيعمل علاجي. بس طبعا
لازم الطريقة تكون صح. إذا كانت الطريقة غلط فراح ينتج عندنا الشعر كثير خربان، كثير في تساقط، راح يكون الشعر كثير مزيت. فلازم تكون الطريقة صح والإرشادات صح عشان تكون النتيجة صحيحة. مميزات الزيت الهندي: يعالج تقصف الشعر، يمنح حركة طبيعية للشعر، يجعل الشعر مرنا لتمشيطه وتثبيته، يمنع الشعر مرونة، ينعم جميع أنواع الشعر بشكل فوري، يقلل من تضخيم غير المرغوب به، يمنح الشعر منظرا طبيعيا متموجا. إذا حبيتوا هيك سلسلة من الأفكار لا تنسوا تكتبوا لنا تحت بالتعليقات إذا هي عجبتكم أو لا، وما تنسوا تعملوا لنا لايك شير وسبسكرايب لتزيد عائلتنا وتزيد محبتكم إلنا.